عام ثقيل محمل بهموم وآلام مر على محافظة ديالى التي غابت عنها الخدمات وهيمنة الفساد في أغلب الدوائر مع جائحة كورونا التي غيبت الكثير من الأحبة، وشهدت المحافظة إهمالا حكومي في جميع المجالات. العام 2020 الحقيقة حمل بين طياته الكثير من الآلام، يعني الكثير من المعاناة، الكثير من شجون المواطنين، لا سيما أنه عام يعني فيه وباء صحي كورونا، وعام أيضا شهد انخفاضا في مستوى أداء الطبقة السياسية على بشكل عام، والطبقة السياسية الحاكمة هنا في ديالى. أهالي ديالى وأهالي بعقوبة بالذات، يعني شنو المشاريع اللي سووها؟ هاي كم شارع بلطو، لا أكثر ولا أقل. زين، وإضافة إلى ذلك هذا المرض الخبيث اللي أثر على العالم، وخاصة يعني على الجوانب الاقتصادية ركود السوق. فيما تمنى أهالي المحافظة أن يكون العام القادم نهاية الفاسدين وسراق المال العام، والاهتمام بجميع الشرائح الذي غيب دورهم من قبل المسؤولين الحكوميين. نتأمل ونتمنى، ولو هي الأمنية هذه يعني بعيدة المنال، أنه نقضي على أو ينقضي على الفاسدين اللي تسلطوا علينا منذ 2003 ولحد الآن. ما شفنا أي خير من عندهم، ولا شفنا أي بادرة أمل يعني نرجوها من عندهم حتى تحل هذه المعضلات اللي بالعراق. نرجو من الله سبحانه وتعالى يمن على بلدنا الأمن والسلام، وإن شاء الله الانتخابات تجري بشكل صحيح، وتغيير هاي النخب اللي تعبت المجتمع العراقي. وأرجو إحنا كفنانين الاهتمام بهاي النخبة الذين هم كنوز هذه الأمة، لا يجب أن نفرط بهم وبأعمالهم الفنية. عام انتهى بغياب الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد، ويتأمل البعقوبيون بأن يكون العام القادم أمنا وسلاما مع غياب دور الفساد. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.